كنت مدير شؤون الموظفين، أخذت إجازة في آخر 7 على أساس أني بسافر مع العائلة. الساعة 6 صباحا في عام 1990 اتصل فيني مدير الشركة من المكتب وقال لي كويت has been invaded by Iraq. قلت نو no. هو قال لي بالعربي أن العراق غزا الكويت والقوات العراقية دخلت الحدود الكويتية. كنا نترقب الأحداث، شلون تكون التطورات، كان كل يوم يقول لك يمكن انسحاب وما انسحاب وشغلات من النوع ذي. فقلنا يعني يمكن انه يكون شو اسمه، بدات العمليه تتطور وبدا اعداد الجيش العراقي يزود ويكثر، بداوا يدخلون الكامب حق الشركه باعداد كبيره، يدخلون يطلعون مركزهم الرئيسي في بنيدر. انا عندي حوالي 4، 2 أمريكان و2 بريطانيين. في ذاك الوقت بدأوا القوات العراقية بدأت تتحفظ على الأوروبيين والأمريكان، فقررت أني أعمل لهم شو اسمه evacuation اللي هو خلاء عن طريق البحر. أنا كان في ذاك الوقت عندنا حنا بوتات للسفن، فقلت للمقاول تخلينا جاهزين 2 بوت خليهم يقولون للأمرجنسي عندنا موجودين. ففعلا يعني خذ كل موظفينك، لا تبقى عندنا إلا شو اسمه 2. والله فعلا الساعة 4 الصبح قلت تقول تكون جاهزين، تكون بالبوت وعلى الخفجي، لأن انتخلوا القوات العراقية وانتم موجودين هيستلموكم. والله من فضل الله طلعوا الساعة 5، الساعة 6 الصباح القوات العراقية بكميات كبيرة دخلت الكامب وبدأوا يعملون ترينشينج اللي يسمونها بنكرز على الساحل، فيقول لك احنا لازم نراقب الساحل البحري. وسكنوا معانا، احنا جالسين انا وخمسة اشخاص جالسين موجودين، قلنا ممكن ان الاوضاع تتغير ممكن تتطور. وكان اظني اذكر ايامها على اساس عملوا مؤتمر القمة العربية على اساس انهم لما بدأت القوات تصل إلى الظهران، القوات الأمريكية بدأ الأسلوب العراقي يتغير كومبليتلي، وبدأ يعني ما نقدر نتفاوض معه. فقلت للجماعة time is over we have to leave، لازم نطلع. جهزنا 4 سيارات، بس قبل صلاة المغرب، قبل يوذي المغرب لازم نطلع مع القرية، نطلع من محطة الكهرباء، هذا طريق فرعي، وعلى الصحراء ما في خدود وما في حدود. لما تمسك الصحراء دوس بنزين. والله فعلا أتقدم بالسيارة وطلعنا ونطلع مع الصحراء مباشرة، ما حد يشوف أحد من السرعة. إيه لما دخلنا على الحدود السعودية من الصحراء، يعني أنا أذكر من الحوادث اللي كانت موجودة كان ناس كثير متعوقين في الصحراء يعني بسياراتهم. الحمد لله تسهلت الأمور وطلعنا.
إلى الحدود السعودية. قفلنا طبعا، ما قفلنا الريفاينري وقفلنا المنشآت وقفلنا كل الآبار، طفيناها وكل شو اسمها المنشآت اللي شغالة كلها طفيت، وأخذنا كل الداكيومنت اللي ممكن إن نحتاجها وطلعنا معنا.